ثم وحدة الموضوع يتعلق الأمر بتبسيط وتسهيل الخدمات الإدارية لمغاربة العالم. لذا أقترح السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة لينال جوابا موحدا من لدن السيدة الوزيرة. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب محترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيدة الرئيسة. سيدة الوزيرة، بعد استبشار الجالية المغربية المقيمة في ديار المهجر بالالتفاتة الملكية الإنسانية لتسهيل يعني مجيئهم لأرض الوطن في ظروف مواتية وبشروط تحفيزية لوكبتها كذلك يعني تحفيزات على مستوى التنقل حتى على مستوى داخل الأرض الوطن وتقديم يعني تسهيلات خدماتية في قطاعات أخرى، كنسألكم سيدة الوزيرة واش الوزارة وكبت هذه الإجراءات من خلال تبسيط المساطر والخدمات الإدارية المقدمة لهذه الفئة، خاصة وأن عدد كبير منهم يعني عنده سنتين وأكثر من سنتين ما جاش للبلاد، وما بغيناش أن المهاجر المغربي ملي يجي الإدارة الأول إدارة مغربية يصطدم الصدمة الفرحة ديالو وتهجر أمام أول عرقلة أو عائق أمام الإدارة المغربية، وبالتالي يعني تكون الاستفادة عامة ويكون نوع من الرضا لدى مغاربة المهجر في جميع الميادين. وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة المحترمة. عفوا، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، دائما في إطار وحدة الموضوع، تفضلوا السيدة النائبة. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، في إطار عملية مرحبا نسائلكم عن التدابير المتخذة لتدليل الصعوبات والمساطر المتعلقة بقضاء مآرب الإدارية لمغاربة العالم وكذلك الإجراءات اللوجستيكية من أجل تسهيل بلوجهم إلى أرض الوطن. شكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة، الكلمة لكم الآن السيدة الوزيرة. سيدتان النائبتان المحترمتان، نبغي اولا اؤكد فرحة المغاربة المقيمين بالخارج بالالتفاتة المولوية السامية والذي بدون شك ستفتح صفحة جديدة تكتب بماء من ذهب في ذاكرة الهجرة المغربية وايضا في ذاكرة وتاريخ خاصة الأجيال الصاعدة، وكلنا اعتزاز وفخر بهذه الالتفاتة التي هي تعتبر أيضا في تاريخية في دلالتها الرمزية بالنظر للوضع اللي كتعيشه الهجرة عموما ومنهم المغاربة المقيمين بالخارج. نأكد لكم أيضا أننا اشتغلنا قبل أشهر وأيضا في كل طوال أيام الأسبوع جميع الوزارات والقطاعات والمؤسسات الوطنية معبأة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بالمواكبة الإدارية والمواكبة القنصلية وأيضا فيما يتعلق برفع اليقظة التواصلية للمغاربة المقيمين بالخارج. كيف ما شفتوا أن حلينا مشكل كبير اللي كيجيو الإخوان ديالنا خلال المقام الصيفي ديالهم من خلال أننا اليوم كيتوفر لكل مغربي ومغربية خدمات قضائية قانونية عن بعد من خلال إطلاق منصة رقمية قانونية فيها معبأ 25 قاضي من طرف يعني المرفق العدالة سواء المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وأيضا وزارة العدل، اللي من خلالها أنهم يمكن يتمكنوا المغاربة المقيمين بالخارج أولا تخفف عليهم المعاناة اللي كيعرفوها مع المحاكم، ثانيا ممكن أنهم يعرفوا الملفات ديالهم في احترام تام لاستقلالية القضاء وأيضا للمساواة بين المواطنين، ثم أيضا هذه المنصة اللي طلقناها من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنعمل على استدامتها. بالإضافة إلى ذلك اليوم الحمد لله هذه مناسبة نأكد لكم أن وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المنتدبة كنخدموا باش نديروا واحد التحول باش تولي الإدارة المركزية القنصلية والمركز القنصلي كيقوم بالوظيفة الدبلوماسية ديالو. لهذا طلقنا ورش اعتماد التدريب الرقمي وتحسين ظروف استقبال بالقنصليات من خلال شروع في تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية. ممكن اليوم انكم تواكبونا فاننا تلقات ببونتواز اوغليو تولوز بوردو بروكسل وايضا نشتغل باش تنطلق في الولايات المتحده في ايطاليا في اسبانيا وفي هولندا في المانيا.
تقديم الخدمات القنصلية بالمواعيد عبر تطبيق خاص من خلاله ممكن ياخذ الجواز السفر، البطاقة الوطنية، الحالة المدنية عن بعد، يدير جميع المراحل ملي يجي المغرب من جهة القنصلية يتسلمها. اللي الحمد لله هذا الورش من خلاله كنخفوا المعاناة ديال المغاربة المقيمين بالخارج في علاقتهم بالإدارة القنصلية، ولكن من خلاله أيضا غادي نتفرغوا لأهم وظيفة اللي هي العلاقة مع المجتمع المدني والدبلوماسية الموازية، بالإضافة أيضا ورش ديال دائما في ورش الرقمنة اليوم، أداء الرسوم بالبطاقات البنكية واعتماد التنبر الإلكتروني والحفظ الإلكتروني للوثائق لأول مرة في إطار هذا الورش الإصلاحي الكبير اللي خدته وزارة الشؤون الخارجية، ثم تسريع الخدمات الأساسية الخاصة بسحب بعض الوثائق في الحالات المستعجلة الخاصة. ممكن نأكد لكم أن أيضا مع مؤسسة الوسيط حلينا واحد المشكل كبير فيما يتعلق أن نجاوبوا المغربي المقيم بالخارج من اللي كيتقدم لنا بشكاية، بحيث أن اليوم كاينة منظومة مندمجة بين الوزارة المنتدبة ومؤسسة الوسيط مشكورا عبر مشروع برنامج اللي كيتنزل حاليا باش تم تلقي الشكاية المعالجة ديالها ونوصلوا ليه الجواب ونحيل الجواب للمؤسسة الوطنية ولا الوزارة كيف ما كانت الملفات سواء تعلق بالعقار ولا تعلق بالإشكالات المتعلقة بالمحاكم أو تعلق بالمسائل المتعلقة بالجماعات الترابية، ونوصلوا له الجواب في تنسيق تام خاصة مع مؤسسة الوسيط الذي نشكرهم كل الشكر لهذه التعبئة. بالإضافة أيضا كيف ما شفتوا في البوابة الوطنية للشكايات اليوم كاين البروفيل ديال الأميغو اللي من خلاله المغاربة يعبئوا الاستمارة ويقدموا الشكايات ديالو. اتفقنا مع لدي أن نديروها بأربع لغات، اليوم تقريبا اللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية في طور التنفيذ. في هذا الإطار تم معالجة والتجاوب مع أكثر من 688 شكاية، بالإضافة أيضا وهذا مهم جدا بالنسبة للنساء في وضعية هشة، اشتغلنا على اساس ان بالموقع ديالنا ان تكون عندنا اليه باش نستقبلوا الاستفسارات والشكايات ديالهم. بعد ذلك ايضا نباشر مع وزاره العدل حل مشكله كبيره اللي كتعرفوها فيما يتعلق باشكاليه الام الحاضنه، النساء اللي كيكونوا في طلاق او في حاله نزاع كيكون واحد المشكل في حاله النزاع الاسري، ما يمكنش ليها تسحب الوثائق اللي هي ديولها ولا ديول وليداتها الا بحضور الزوج. نحن في اطار يعني اننا ننسقوا مع وزاره العدل باش تكون دوريه تخفف هذا الاشكال هذا، بالاضافه للخدمات القضائيه اللي تكلمت عليها، واللي اول مره الحمد لله درنا واحد العمل تقييمي اللي من خلاله اننا خصنا نحلوا واحد المشكله في الاطار الاتفاقي، الاتفاقيات اللي كتجمع لنا مع بلدان الاستقبال اغلبها الثمانينات، دارت في سنوات الثمانينات او التسعينات، جاء الوقت اننا اليوم نباشر التعديل ديالها. والحمد لله المديريه القانونيه بوزاره الشؤون الخارجيه التي احيل اليها في يعني التقرير ديال هذا العمل الكبير اللي داروه الخبراء ديال وزاره الشؤون الخارجيه والخبراء ديال الوزاره المنتدبه من اجل ان نحين هذه المشاريع ديال الاطارات الاتفاقيه باش يتناسبوا مع يعني المتغير الجيلي، عندنا اجيال صاعده مع التنوع الجغرافي، عندنا الاخوان ديالنا في افريقيا في الولايات المتحده الامريكيه في الجغرافيا الممتده للمغاربه المقيمين بالخارج، ثم يخدموا اهم اساس. حنا درنا الاطار الاتفاقي واستعنا تطبيق المدونه من اجل ان نقوي الارتباط بالمغاربه المقيمين بالخارج، ماشي العكس من اللي كندير انا كنطبق في القوانين في تدجيل القوانين او في اصدار بعض الاحكامات بالمغرب او في القنصليات كنديروا في التعقيد، وبالتالي كيقول بلاش هذيك الخدمه ما نديرها. لهذا درنا هذا التقييم من اجل اننا نعبئوا معنا المرفق خاصه ديال العداله باش نحلوا هذه الاشكالات، لاننا ربطنا المدونه بوش منها اللي تشمل ويكون القانون الوطني هو اللي كيلجؤوا ليه المغاربه بالخارج ليطبق عليه من اجل ان نعزز علاقتهم بوطنهم لا العكس. بالتالي اليوم اشتغلنا عندنا تقرير متكامل في كل الاجراءات والدوريات اللي خصها تتعدل، خاصه دوريه 2015
اللي كانت موقعة بين أربع وزارات، الداخلية والخارجية والعدل والوزارة المنتدبة، من أجل نحلوا المشاكل المستعجلة في تدين الأحكام في المسائل اللي عندها علاقة بالنساء، خاصة في وضعية هشاشة أو النساء المطلقات. أنا كنتكلم على شيء لأن أنا بغيتكم باش تواكبونا في هذا الورش، لأنه ورش مهم، لأن كيهم هذيك الوثيقة في حالة ماشي وضعية عادية، اللي هي وضعية إما الطلاق أو الخروج من البيت، أو بالتالي فنحن معبئين جميعا على اساس ان شاء الله هذا الورش نستكمله في اطار هذه الولايه الحكوميه. وشكرا لك. شكرا لكم السيده الوزيره. الكلمه لكم السيده النائبه عن فريق الاصاله المعاصره. السيده الوزيره، الاجراءات والتدابير اللي كتقوم بها جميع الفاعلين في الوزاره هي يعني جهود مقدره لا يمكن انكارها، ولكن كانت تجارب سابقه لايجابيه، ولحد الان مازال كنلقاو الاكراهات الموازية لها قائمه، مثل النموذج ديال الشباك الوحيد اللي درتوه على مستوى مجموعه ديال الدول ديال المهجر، ولكن لحد الان الاكراه الكبير اللي كنلقاوه كيواجه مغاربه المهجر اللي كيجيبوا واحد عده اسابيع يعني معدوده يجيو باش يرتاحوا لانها عطلات، وما يشوفوا الاهل ديالهم ويقضيوا الاجراءات الاداريه والاجتماعيه ديالهم على احسن يعني في احسن الظروف، ولكن كيصطدموا دائما بتعقد ديال المساطير وكثره ديال الوثائق وعدم احترام حتى ديال الاجال. العطله كتضيع ما بين المصالح ديال من الجمارك، كيبداو من الجمارك كيمشيو للحاله المدنيه، من بعد الجماعه الترابيه كيمشيو للمحاكم، المحكمه كيمشي للمديريه العامه للضرائب، المديريه العامه للضرائب يمشي للمحافظه العقاريه، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهكذا حتى كتسالي العطله ديالو ما كيقضيش الغرض ديالو، فكيبقى كيخلي الورق ديالو موراه. كيجيو من بلدان ديال الاقامه اللي فيها مساطر مبسطه، كيصطدموا هنايا بترسانه معقده وبواحد البيروقراطيه الاداريه يعني اللي ما نقدروش نكروها جميعا، كتضيع عليه الوقت والجهد والمصاريف، وبالتالي دائما كيبقى التساؤل ديال مدى تحقيق الاستراتيجيه الوطنيه لمغاربه العالم، الاهداف ديالها في حمايه الحقوق والحريه ديال مغاربه المهجر والضمان ديال الكرامه ديالهم بالاساس. نعطيكم مثال السيده الوزيره ديال واحد القانون ايجابي بالنسبه لمغاربه الداخل، القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر الاداريه، هذا غادي يفيدنا حنايا، ولكن المصالح ديال الجماعه الترابيه في المغرب وقفت مباشره التسليم ديال الوثائق، مجموعه الوثائق الاداريه اللي مازال مغاربه المهجر محتاجينها وكتطلبها البلدان ديال المهجر، مثل شهادة الحياة ولا شهادة التحمل العائلي مثلا، ووثائق كثيرة أخرى. هنا كنسألكم سيدة الوزيرة في علاقتكم مع وزارة الداخلية، واش كتفكروا ولا لقيتوا شي حل تسهيل الحصول ديال مغاربة العالم على هذه الوثائق إلى حين تسوية الأمور الإدارية مع دول المهجر، وبالتالي ما نخليهمش هكذا كيصطدموا بهذا الإكراه ديال عدم تقديم هذه الوثائق. كاين تقرير ديال المهمة الاستطلاعية اللي زارت مجموعة من القنصليات وخرجات بمجموعة الخلاصات وعطات توصيات ديالها في هذا الإطار، كطرح مجموعة الإشكالات، من أهم الإشكالات اللي ذكرتوها سيدة الوزيرة متعلقة بالحالة المدنية. كاين عدم ديال الملائمه ديال قانون الحل المدني للواقع الحالي، خاصه فيما يتعلق بالاصلاح ديال الاخطاء الماديه. هنا واش ما كتفكروش مثلا ان ديروا تسهيل ديال المسطره وتفوضوا القناصله ولا من ينوب عنهم الاصلاح ديال هاد الاخطاء هذه، ولا تعطيوا للسلطه التقديريه، تعطى السلطه التقديريه مثلا لضابط الحل المدني للاصلاح بعض الاخطاء الماديه، بلا ما نلجؤوا مثلا للمحاكم الابتدائيه لانها كطول فيها الاجال وكتضيع الحقوق على اصحابها. الاشكاليه اللي متعلقه بضبط الحاله المدنيه بالنسبه الام المطلقه ولا الام العزيبه، الاشكاليه ديال منح الجنسيه وتسجيل ابناء المغربيات اللي عندهم زواج مختلط في الحاله المدنيه المغربيه، تسجيل ديال الاطفال الناتجين عن زواج غير متفق، كنعرفوا ان مغاربه كثار اللي ما عندهمش الوراق ديالهم في دول المهجر وكيعانيوا هذا الاشكال. تعاملات ديال قنصليات السيده الوزيره، راه مازال عندنا تعاملات ورقيه واخا مشينا في الرقمنه في مجالات كثيره، ولكن عاد مازال عندنا هذا الاشكال. العقود للازدياد هاد 6 شهور واش ما كاينش تفكير، هذا اجراء بسيط اننا نمددوها لاجل سنه مثلا، هذا ما غيكلف والو. الاختلاف ديال المساطر ما بين المراكز القنصليه ما بين مجموعه ديال الدول، وبالتالي توحيد المساطر هذا يعني كيفرض نفسه باش نتفاداو مجموعه من الاشكالات المطروحه في هذا السياق. الحمايه ديال الممتلكات ديال مغاربه المهجر، عندنا تطاول الممتلكات، هذا اشكال كبير كيواجهوه مغاربه المهجر، يفترض ان تلقاو له حلول. الحمايه ديال المستثمرين كذلك والدعم ديالهم ومساندتهم في انجاز المشاريع ديالهم، لان ما كيجيوش فقط، حنا بغينا مغاربه الخارج يجيو يلقاو تسهيلات اداريه ويقدموا الاستثمارات ديال في بلادهم ويفيدوا الوطن ديالهم. كاين مستثمرين كثر كينفروا غير بسبب هذا التعقيد ديال المساطر الاداريه. ثم الولوجيات بالنسبه لذوي الاعاقه، هذه مطلوبه يجب مراعاتها. شكرا لكم السيده النائبه المحترمه. الكلمه الان السيده النائبه عن فريق الحركي. تفضلوا السيده النائبه.
السيده الرئيسه السيده الوزيره، كنشكركم وكنشكروا القطاع ديالكم على التدابير اللي قمتوا بها في اطار عمليه مرحبا، وتماشيا مع التعليمات والحرص الملكي السامي من اجل تسهيل عمليه مرحبا 2021، خاصه انه كنعرفوا انه عمليه مرحبا في هذه السنه لها واحد الخصوصيه ولها واحد البعد انساني، انه هاد المغاربه العالم تقريبا سنتين ما جاوش شافوا عائلتهم، وكاين اللي فقد الاحباب ديالو فقد الاهل ديالو وما قدرش انه يجي فقط يوقف في العزاء ديال والديه او لهذا. دونك هاد 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 العمليه هذه هي انسانيه، وهي يعني فرحوا بها المغاربه وفرحوا بها حتى دول اخرين يحسدوننا على هاد الشيء اللي درناه. ولكن السيده الوزيره، كاينين على المستوى اللوجيستيكي كاينين مجموعه من الاشكالات، من بينها انه بعض الناس ما قدروش بانهم ياخذوا تذاكر السفر سواء عن طريق الباخرات او لا عن طريق الطائرات في الفتره اللي كانت فيها يعني هذه التعليمات الملكيه، وتلقاو بانه كاين واحد الغلاء ديال الاسعار، وكذلك كيلقاو بانه هذا العدد ديال هذه الباخرات وهذه الطائرات قليل بزاف، نظرا لانه بزاف ديال المغاربه العالم اللي تقريبا راه 10 سنوات او 15 سنه ما جاش المغرب وباغي يجي يشوف بلاده نظرا لهاد الاجراءات. كذلك انه اثمنه الفنادق بالنسبه للناس اللي مفروض عليهم الحجر الصحي انه غاليه، كاين الناس اللي تيلقاو بانه تيصل الثمن الليله الواحده 2000 درهم، فما بالك بالاسر مثلا، هذا غير الفرد واحد، فما بالك بالاسر الكبيره لانه غتخلص واحد 2000 درهم في الليله الواحده. دونك هذه من بين الاشكالات اللي هذا، واكثر من ذلك هو انه تيتفاجئوا احيانا بانه بغاو يحجزوا رغم غلاء هالاسعار ديال الفنادق وكيلقاو بانه ما كايناش بلاصه ليهم. هذا تيحيلنا لواحد القضيه اللي مهمه بزاف، وهي انه بزاف ديال المواطنين والمغاربه العالم كيبغيو يمضيو الحجر الصحي ديالهم في ماشي في الدار البيضاء، وانما في المناطق اللي قريبه للمدن ديالهم، فيصطدمون بانه ما كايناش واحد تنظيم واحد الرحلات داخليه، وهذا واحد الاشكال اللي كبير بزاف. بالنسبه كذلك القضيه التعويض الذي وعدت به الحكومه، هناك تساؤلات من قبل مغاربة العالم عن كيفية صرفها، مع العلم أن هذا التعويض غير كافي، لا سيما أن المبلغ الذي يتم صرفه هي فوق مبلغ التعويض بعشرات المرات. يعني كتلقاك مثلا واحد جايب 3000 أورو وكتجي الحكومة كتقول له أنا غنعوضك ب 3000 درهم، دونك 3000 أورو 3000 درهم، دونك كاين واحد الاختلاف اللي خلل شوية اللي ما هوش. كذلك بالنسبة للتصنيف اللي في اللائحة ألف وباء، كيدفع نظرا لهاد الاشكالات اللي ذكرتها بانه بزاف ديال الناس من الجاليه المغربيه كيفضلوا بانهم يمضيوا الحجر بالفنادق دول الاستقبال، الامر الذي يحرم بلادنا من مداخل مهمه بالعمله الصعبه. يعني كيفضل بانه يمشي لواحد الدوله اللي تعتبر من مصنفه الف ويمضي فيها الحجر الصحي ديالو. فقط كلمه واحده، هو انه غياب تام للرحلات الجويه مع الدول الاسكندنافيه، وهاد المغاربه هادو بغاو يجيو لبلادهم ما لقاوش فاش يجيو. شكرا السيده النائبه المحترمه. هل من تعقيب اضافي في الموضوع؟ تفضلوا السيد النائب، لان كاين الاغلبيه وكاين المعارضه. تفضلوا السيد الرئيس. شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، في المداخلة ديالكم الجواب ديالكم على السؤال النائبتين تكلمتوا على رقمانة، وفي أول محطة هي بعد التعليمات السامية لدخول الجالية المغربية وتسهيل الأمر الدخول ديالها، كانت الحكومة أمام نوع من التدبير اللي هو دخل في الحقبه اللي حنا فيها في هذه الازمه، بما انه كاين رقمنه وبما انه كاين تطبيقات وبما انه كاين وعي بانه الرقمنه تسهل من التدبير الاداري، وكذلك بالنسبه للمواطنين كتسهل عليهم الامر ديال التنقل ديالهم. انا كنسالكم اليوم ما معنى هذاك الصور اللي توصلنا بها امام الوكالات ديال الخطوط الملكيه الجويه المغربيه اللي في اوروبا
كاين اكتضاد ديال المغاربه بالمئات بالمئات حتى ان الطوقان تسدوا. وكيف انكم انتم السيده الوزيره كيفاش دبرتوا هذه العمليه؟ وإلا كنا حنا متقدمين هذا الشيء خصو ما يكونش واقع. وكذلك في اطار التدبير ديال هذا ديال التعليمات الساميه كيفاش كان تم اقصاء دول وبقوا دول؟ كيفاش انكم بغيتوا تسهلوا الرجوع ديال المغاربه وفرضتوا عليهم بعض الاجراءات اللي هي مكلفه جدا باش يدخل المغرب ولا خصو يكون عنده ميزانيه يمكن ما عندوش باش يعيش هنا في المغرب الى هذاك التزم بالتدابير ديالكم ما غيبقالوش. هل هناك من عقلانه في تدبير مثل هذه الملفات؟ الحكومه اليوم كنسالوها في اي ازمه فما كتوقع شي ازمه كيبقى عندنا واش هذه كندربوا باش في المستقبل يكونوا عندنا حلول؟ كنظن انه هذه المحطه هذه اللي دوزنا ديال كورونا اللي هنا كيخص يكون درس كبير بالنسبه للحكومه المغربيه باش تاخذوا بعين الاعتبار. شكرا السيد الرئيس، شكرا لكم، انتهى الوقت، تفضلوا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيد الرئيس، سيد الوزيرة، غير علاقة بهذا الموضوع ديال حسن التدبير، تعليمات جلالة الملك الرامية إلى تسهيل عملية العبور، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض أثمنة تذاكر السفر بشكل غير مسبوق، إلا أنه سيد الوزيرة وأنكم هذه مسؤوليتكم لابد من تدخل الوزارة ديالكم. باش تفك واحد اللغز واحد المشكل المتعلق بعودة المغاربة المصنفة في يعني في منطقة باء وخاصة من شرق أوروبا ودول الخليج، كيف يعقل هذا طالب جامعي في أوكرانيا ولا في الدول الأخرى كتفرض عليه يعني تقريبا 10 أيام ديال الكونفينمون ديال الحج في فندق وقد يكون بعيدا عن يعني المطار اللي ينزل فيه، وخاصة يعني بالنسبة كتفرض عليه أولا ثمن التذكرة وثانيا الحجر لمدة 10 أيام على الأقل، رغم أنهم كيتوفروا على شواهد طبية كتثبت الخلود ديالهم من مرض كوفيد 19. إذن هذا غير مفهوم نهائيا. إذن فلذلك لابد من مراجعة هذا القرار. كاين الناس اللي هما كيعتبروا الآن أنهم معتقلين في الدار البيضاء في فنادق يعني شبه معتقلين، يعني محجور عليه، محجوز عليه، هو عنده شهادة طبية، لأنه جاء من الخليج، وحنا عارفين شكون اللي كيجي من الخليج، وشكون اللي كيجي من أوكرانيا، طلبة اللي هما أبناء الطبقة المتوسطة، كاين الناس اللي باعوا ديورهم باش يصيفطوا أولادهم يقراوا، وهنا كتفرض عليهم مبالغ مالية باهظة، وبعادين عن والديهم بالآلاف من الكيلومترات، يعني شنو هذا؟ هذا سوء التدبير ديال هذه الفئة للأسف الشديد، فلذلك لابد من التدخل ديالكم سيدة الوزيرة من أجل فك هذا المشكل وحل المشكل هذا لكي يعني. شكرا السيد الرئيس، السيدة النائبة المحترمة. شي واحد يطفي. شكرا شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة. كنعلموا جميع على انه مؤخرا كانت هناك البرلمان المغربي قام بواحد المهمه استطلاعيه مؤقته للقنصليات المغربيه بالدول الاوروبيه، وكنذكروا جميع على انه في هذه القاعه تم مناقشه التقرير ديال هذه المهمه اللي خرج بتوصيات جد مهمه وفعاله. سالت السيده الوزيره معكم ما مدى يعني اعطائكم الاهميه لهذا التقرير ومدى تنزيله على ارض الواقع، ثم انه للحصر نعطي مثال بالقنصليه ديال بلجيكا تحديدا بروكسل، الطابور ديال المواطنين المغاربه العالم اللي كينتظروا واحد ساعات طوال امام باب القنصليه باش انهم يقضيوا الاغراض ديالهم. بالتالي كنسالوا جميع السيده الوزيره على انه اذا كان هذا التقرير اللي خرج بواحد توصيات جد مهمه حول العلاقه ما بين. شكرا السيده النائبه المحترمه. هل من تعقيب اضافي اخر؟ تفضلوا السيد الرئيس. السيده الرئيسه، السيده الوزيره، غير علاقه بهذا المشكل ديال الحاله المدنيه، غدا ان شاء الله كاين تصويت باللجنه، ومساء ان شاء الله غادي نصوتوا على مشروع قانون اللي عنده علاقه بالحاله المدنيه هنا في المغرب. فما كرهناش السيده الوزيره لو انه يعني تنسقوا القطاع ديالكم مع وزاره الداخليه
باش تكون الاستفاده من واحد مجموعه من الخدمات وتبسيط يعني تدوين الحاله المدنيه تفاديا للاخطاء وكذلك اصلاحا للاخطاء الماديه الموجوده باستعمال الرقمنه. المساله الثانيه وهو السيده الوزيره، الا كان ممكن نعرفوا بلي درتوا مجهود فيما يتعلق بالقنصليات، ولكن الا كان باش يجودوا الخدمات ديالهم غيكون خدمه للمواطنين المغاربه العالم. فيما يتعلق بالخدمات ديال عمليه مرحبا، هناك يعني التوجيهات ديال صاحب الجلاله وتلقاوها المغاربه العالم والمواطنين داخليا بواحد الارتياح كبير. ونشكركم السيده الوزيره على المجهودات اللي كتقوموا بها وايضا باقي القطاعات، ولكن هذا الشيء اللي يعني كديروا لارام في التدبير ديال هذه المساله يعني مساله اللي فيها نظر. المساله ديال اللائحه باء ربما يجب مراجعتها، نعرفوا بلي كاين تخوت نتاع هذاك المتحور الدلتا، ولكن ربما يجب مراجعته لان كاين معاناه كبيره في الحجر اللي كيتعرضوا له الناس اللي عندهم دايرين التلقيح. شكرا السيد الرئيس. وعندهم ذاك لو تيست بي سي ار. شكرا. شكرا السيد الرئيس. هم من تعقيب اضافي اخر؟ اذا كلمه لكم السيده الوزيره. السيده الرئيسه، شكرا للساده النواب المحترمين. اي باش نتفقوا على واحد المنطق ونكون لدينا بوصله في التحليل وبوصله ايضا في التفاعل مع كل الاجراءات اللي كديرها بلادنا من اجل حمايه المكتسب الوطني اللي هو التحكم النسبي في الوضع الوبائي في بلادنا. انا مغربيه عشت في الخارج، كنحس باي امراه رجل شاب شابه كيفاش تقول له انه يدير ولا ما يجيش، ولا كيفاش يدير الحجر الصحي، ولا كيفاش انه يقدر ما يكونش يلقى الرحلات. ولكن الا تبعوني انا غادي نمشيو في الهويه، غنقول لهم كل شيء دخلوه، حتى السيد الرئيس يقول لهم لا شيء غير مفهوم. ايوا تبعوا ما يمكن ان نتوافق حوله واننا ما نناقشوش غير قابل للنقاش هو المخرجات ديال اللجنه العلميه وديال اللي كنتسابقوا عليها اننا اليوم ما كندبروش وضع عادي، كندبروا وضع استثنائي اللي فيه اللائحه الف واللائحه باء هي موضوعه وفقا بناء على اساس المعطيات الوبائيه ديال البلدان، المعطيات الوبائيه ديال منظمه الصحه العالميه، والمعطيات الوبائيه والمؤشرات الوبائيه ديال بلادنا. حنا خصكم الاخوان تعاونونا جميعا ونتعاونوا جميعا اننا ندوزوا هذه المرحلة باش نبقاو متحكمين في الوضع الوبائي، لأن به قدرنا باش تاخذنا القرار ديال استئناف الرحلات، وإلا راه واحد الوقت إلى شهرين قبل ذلك كنا كنتسائلوا واش غنحلوا الحدود ولا لا. هذا من الأولى. ثانية، مراجعة اللائحة، التصنيف من اللائحة ألف إلى اللائحة باء صحيح هو كاين، والبلاغ ديال وزاره الشؤون الخارجيه ووزاره الصحه كان واضح ان التحيين كيكون وفق الاسس اللي خصنا نتفقوا عليها، ما خصناش نناقشوها، ما خصهاش تخضع الى منطق السياسه ولا منطق الانتخابات اللي جايه. ثلاثه، ما يتعلق بالحاله المدنيه، انا تحدثت فتحدثت، انا تحدثت، اسمعوا لي غير اسمعوا لي. السيد تفضلوا السيده الوزيره. ايوا انا غير التمس ان يبعد، انا غير التمس، انا غير كنلتمس ان هادشي تبعدوه من الانتخابات، سخونيه ديال الانتخابات تبعدنا هادشي، ودابا انا التمس رجاء 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 رجاء. صافي تفضلوا غادي يحسبوا لك الوقت ديالك، تفضلوا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالإصلاح القنصلي في علاقته بالحالة المدنية، أنا نقول لكم أن اليوم تم الاشتغال منذ اكثر من سنه على اساس اننا نصفيو الاشكال ديال الاخطاء الماديه اللي كاينه في الحاله المدنيه، واللي منها الخدمه ديال المواطن المغربي والمواطنه المغربيه ملي كتطلب اي وثيقه عندها بالحاله المدنيه كيتم فيها التعطل. الحمد لله ممكن ناكد لكم ان هذا الورش تم فيه الاشتغال بين وزاره الشؤون الخارجيه، الوزاره المنتدبه، والوزارات الداخليه، بحيث ان اليوم بالاضافه الى تقريبا معالجه هذا المشكل، لان خدينا القرار باش يكون عندنا قرار ديال اننا نصلحوا الاخطاء الماديه، ايضا بدينا في الرقمنه ديال على مجموعه من المراكز القنصليه باش نصفيو، وهذا ما وقفتوا عليه في يعني في
في المهمة الاستطلاعية. أيضا هذه مناسبة باش نأكد لكم أن حدثنا على مستوى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المنتدبة والمرفق العدالة النيابة العامة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لجنة خاصة اشتغلت على هذا الإطار الاتفاقي اللي ذكرت عليه قبيلة، واشتغلت أيضا على بعض الإشكالات اللي عندها علاقة بالتنزيل فيما يتعلق بتدين الأحكام، الأمور المتعلقة بالطلاق، بالزواج، بكفالة الأطفال المهملين، التوثيق العدلي، نظام الحالة المدنية، تبسيط الإجراءات والمساطر الواجب اتباعها من طرف المغاربة المقيمين بالخارج. أؤكد لكم أن الحمد لله اليوم أولا المنظومة ديال الإصلاح ديال الحالة المدنية هي يعني كتشمل المغاربة المقيمين بالخارج كإخوانهم المغاربة بالداخل، وهذا ورش ممكن تطلعوا عليه، ممكن أن نجيو للجنة ونتذكروا فيه. فيما يتعلق بالشباك الواحد الذي طرحته السيدة النائبة المحترمة وزارة الداخلية والوزارة الشؤون الخارجية والوزارة المنتدبة في إطار اللجنة ديال العبور، يؤمن الشباك الوحيد مؤمن، بالإضافة إلى ذلك في إطار الورش ديال تبسيط المساطر كاينة بلاتفورم إدارتي خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج اللي اشتغلت على وزارة الداخلية، والحمد لله أيضا هذا واحد المنتوج مهم جدا بالنسبة للمغاربة في علاقتهم بتبسيط المساطر، بالإضافة أيضا إلى الخدمات اللي يتم التعريف بها في كل البعثات الدبلوماسية، خاصة البرنامج التطبيق محافظتي اللي عنده علاقة بالمقتضيات المتعلقة بحفظ في شرط 5 سنوات بالنسبة للسيارات المرقمنة بالخارج عوض 10 سنوات، بالإضافة أيضا للمسائل المتعلقة بالمحافظة العقارية، وأيضا تطبيق محاكم اللي أيضا كان فيه واحد الجهد بتنسيق تام بين وزارة العدل وبين البعثات الدبلوماسية باش ممكن أن الإخوان ديالنا أنهم يطلعوا على هذا التبسيط يعني المساطر. حنا اللي بغينا هو ما تفضلت به السيدة النائبة المحترمة من الصعوبات والمعاناة اللي كتكون فعلا أننا نقلصوا منها، لهذا درنا الخدمات القضائية عن بعد 25 قاضي يوميا بالوزاره المنتدبه بالمقر المركزي ديال الوزاره المنتدبه، رهن اشاره المغاربه المقيمين بالخارج عبر المنصه ياخذوا الموعد، عندهم قاضي عنده القرار ديال النيابه العامه ووزاره العدل المجلس الاعلى للقضاء باش يقضي المسائل ديالهم في تفقد ملفاتهم، وفي بالاضافه الى ذلك وهذا مهم ايضا فيما يتعلق بافريقيا، لاول مره الحمد لله تم تعيين قاضي التوثيق بالكوت ديفوار بعد الزيارة التي قمت بها، وكانت زيارة نجاح لكل المؤسسات الوطنية التي ساهمت، والتي من هذا المنبر أني كنشكرها على التعبئة ديالها، واللي النساء خاصة النساء والأسر بإفريقيا غادي يستافدوا الحمد لله بالخدمات القانونية لقاضي التوثيق الذي عين لأول مرة بإفريقيا. غنبقاو معبئين، غنبقاو نديروا واحد العمل ديال الالتقائيه بين كل الفرقاء والوزارات والمؤسسات الوطنيه، لانه ليس من السهل انك تشتغل على ملف خصك كل الفرقاء وكل المؤسسات الوطنيه من اجل الاشتغال على الالتقائيه والتوثيق من اجل تبسيط المساطر تجويد